دامي قربتها مسلسل خليجي بايخ. خلونا الحين من الصياح والقلق والازعاج. الحين في شيء واحد ابي افهمه، وش قصة ام الطرارين هذولي في البلد؟ وش قصة ام الطرارين في البلد؟ ليش ما عاد صار يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب؟ هلا والله. هلا بك. هلا بالزين. وش في الزين واقف على الباب؟ تفضلي، ترى البيت فاضي. اقول بلا قلة ادب، انا محتاجة وابغى صدقة. وانا محتاج وابي حب. بلا قلق وبلا كلام فاضي، خلني أقول لك كلمتين اللي أنا حضرتهم. قولي يا بعد كل ملي. شوف أنا زوجي لحظة. شوف قدر الله علي، وأنا زوجي مريض وفي سرطان وعندي عيال، واحد معاق واحد أصمخ واحد ما يسمع، والأجر حل علينا وما عندنا شيء ناكل، اقتنعت ولا أزود؟ يا الله، ذا بيت ولا دار معاقين؟ أيوة، وأنتم كلكم يا الطرارين حافظين نفس الرواية؟ عند المستشفيات وعند المواقف السيارات وفي كل مكان وفي السوق. لحظة، عرفت انك طرارة، بنجيب لك المقسوم. تفضلي، هذا اللي قدرنا عليه. وش ذا؟ اكل بايت؟ تبي تخرب الرجيم اللي انا عاملته؟ انا ما اكل من النوعية هذه. انت بعاقلة يا الرجيم، رجيم على ايش يا الشابورة؟ ما تسعين على وجهك انتي؟ اقول توكلي على الله، تكون طراره وتبي فستان حرير على ستن. اقول لا تكثر كلام، عندك فلوس تعطيني كاش ولا عطني بطاقه شحن وخلنا نتوكل على الله. لا والله لا، اشحنك بكفه الحين على وجهك. يلا توكل على الله. يلا ميريتها وقفت على التشرط وبس. لا، اللي يقهرني في الطرار انه يتعامل معي وكاني غبي، كاني جاهل. ليه يا طرار؟ ليه وانت بادر منين جاي؟ انا ودي اذا شفت واحد عند الاشاره منهم ودي انبرش عليه كذا زي دفاع الاتحاد، كذا انبراشه كذا زحلق عليه خليه ما عاد يتنفس. تشوفون ساعدوني، زوجي مشلول وبالمستشفى وام عيال ومطلقه، ابقى بس حق الدواء. تكفون. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوان، يعني برضو هذه زي اختي، يعني كل واحد يطلع قرش، يعني كل واحد يعتبر امه هي اللي بتشهد، يعني معليش. طلع اللي عندك انت. لا انا ما بيتزوج، بكمل دراستي. انا اول مره اشوف كليه لابسه طاقيه. كليه؟ سجلت في الكليه؟ يا زلمه خليك منه، عاده بدك تحط راسك براسه. يا اختي تفضلي. يا اختي الله يستر عليك، الله يستر عليك، تفضلي. بس انا قررت واتخذت موقف اني من يوم اشوف طرار يتمشى في الشارع اني ابلغ عن مكافحة التسول، ولا اسكت عن هذا الغلط في البلد ابد ابد ابد. الو، مكافحة المخدرات؟ عفوا، مكافحة التسول؟ رجائي الخاص، الآن بوصف لك المكان وبيكم تجون. في واحد الحين قاعد يتسول على العالم وقاعد يوزع عليهم وراك. إيه، يطر 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 يطر، لابس ثوب بني وداق باللطمة كذا كأنه أصبع توكس. إيه بيو ها؟ شو؟ بيض الله وجهك. يلا مع السلامة. مع السلامة. شكرا شكرا أخوي. إيه عرفت اسمك خلاص. تعال يا أخوك، تعال. سم. يسلمون عليك مكافحة التسول مرة واحدة. اي نعم مرة واحدة. أيوة. ويقولوا لك خذ راحتك. الله يسلمك. خذ راحتك ودعما مني. دعما من توني مسكر منهم. اخذت اسمه. اسم الرجال اللي كلمني؟ ايه. اسمه مبارك. جزاك الله خير. عشان لو جاء واحد غيره يطالبني اعرفه. اي لا 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 ابشر. انا معي 13 ريال. تمام. دعما مني للتسول والمتسولين. هذه 3 ريال وهذه 10. ما راح اعطيك منها ولا قرش. ضف وجهك، لا الحين افكك بوكس الحين، راح ادور لك شغل، ادور لك وظيفه بدال نصبك واحتيالك. يلا وخر عني وخر عني وخر ابو البريق وخر انقلع. شعله في ذا الوجه. حتى يوم جيت اشتغل طرار قالوا لي ضف ضف، ما عندك مؤهلات تاهلك انك طرار. عن ام الكلب، حتى الطراره صار لها مؤهلات. قسم بالله قهر قهر.